الاحتجاجات الجماهيرية في إيران انطلقت من ها هنا. لأي حد يكون ارتفاع سعر المحروقات منطقيا برأيكم؟ إلى الحد الذي يتحمل الشعب بإمكاننا أن نمتطي؟ في الوقت الذي يفضح وزير البترول الإيراني أجندة حكومة بلاده، يقيم المجلس التنسيقي الأعلى لاقتصاد إيران اجتماعا لرؤساء السلطات الإيرانية الثلاث بأمر من المرشد الإيراني، المجلس الذي يشتهر باسم الغرفة الحربية للاقتصاد، الحرب الذي لا يكون ضحاياها إلا الشعب الإيراني. وربما إنهم في هذا الاجتماع سيقررون من خلال خطأ ممنهج أن الشعب ما زال بإمكانه أن يتحمل الغلاء المضاعف، ولهذا قرروا برفع 3 أضعاف سعر المحروقات كي يربحوا شهريا إيرانا بقيمة 3400 دولار تومان. هذا المبلغ لا ينقص من ميزانية حزب الله أو الحشد الشعبي ولا حوثي اليمن، بل سيؤخذ من جيوب الشعب الإيراني. فهذه المرة ربما ستستعيد الاحتجاجات الجماهيرية الإيرانية أنفسها بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي وتضحية الشعب الإيراني. فإلى الحد الذي يتحمل الشعب الإيراني وشعوب المنطقة تمتطهم حكومة الملالي.